بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حين جاء الإسلام وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى، قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان ذلك في أول السنة الثانية من الهجرة، فكان صيامه واجبا. فلما فرض رمضان فوض الأمر في صومه إلى التطوع. وإذا علمنا أن صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة، تبين لنا أن الأمر بصوم عاشوراء وجوبا لم يقع إلا في عام واحد فقط. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صامه، أي عاشوراء، وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ونحن ندخل شهر الله المحرم ونستقبل يوما من أيام الله والتي اختلف فيها الخلق، ألا وهو اليوم العاشر من شهر محرم. ويعد محرم الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وسمي بمحرم لأنه من الأشهر التي حرمت فيها القتال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أما عن اليوم العاشر من محرم، قد حدث فيه حدث عظيم، وهو نجاة موسى عليه السلام وقومه وإهلاك فرعون وجنوده بعد خروج موسى عليه السلام من مصر. وحدثت المعجزة بأن أمره الله بأن يلقي بعصاه في البحر، فإذا بالبحر يشق إلى نصفين كالجبال، ومر موسى عليه السلام وقومه من خلالهما، وأغرق الله فرعون وجنوده. وبسبب هذه الذكرى يصوم اليهود في هذا اليوم تخليدا لهذه الذكرى العظيمة. وعندما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسألهم عن سبب الصيام، فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ومن فضائل يوم عاشوراء صيامه يكفر السنة الماضية، ففي صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذا اليوم، فقد روى ابن عباس وقال: ما رأيت النبي يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في ذلك اليوم أن يصوم يوما قبله أو بعده. وقد ذكر أن الصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب: أولا صوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم، وهذا أكملها. ثانيا صوم التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، أو صوم العاشر والحادي عشر. ثالثا صوم العاشر وحده ولا يكره على الصحيح إفراد اليوم العاشر بالصوم. ومن البدع الموروثة لهذا اليوم والتي لا تصح وليس لها أي أصل في الإسلام ويجب أن نتجنبها جميعا، وهي عمل طعام خارج عن المألوف، أو ارتداء ملابس جديدة خاصة لهذا اليوم، أو توسعة في النفقات، أو شراء احتياجات العام في هذا اليوم، أو ذبح الذبائح، أو التزاور وزيارة المساجد، والكثير والكثير من العادات الخاطئة التي يفعلها الكثير في هذا اليوم وليس لها أي أصل بالدين. ففضل هذا اليوم هو صيامه، وصيام يوم قبله أو بعده، أو صيام الثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا فقط ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن أكون قد وفقت في وصول المعلومة الصحيحة إليكم، ولكم ولنا خير الجزاء.
إلى هنا ينتهي الحديث، وأشكركم على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.